خير يا سي الأستاذ، فينك أنت؟ لحن لحد لحن. الله عليك، وأنا بشحت منيك ولا إيه؟ أنا بشحت منك؟ مليه يحنن دي؟ أيوة عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تسول ده؟ ليش بجاحة؟ بجاحة؟ شوفوكوا شغلان، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل أي حاجة. أنت ما خبرش أنا مين؟ مين يعني بروسلي ولا إيه؟ إيه بروسك دي؟ إيه بروسك دي؟ إيه الحاجة أنا بتكلم براحة؟ طل على وجهي. أنا يا ناس نيجي لحم. لا انا ما شفتكش قبل كده. غور غور اباي، انت هتتنح ليه ولا ليه؟ هتتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور. اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور، لا يا اسطى كده، يعني هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حضرتك. في حاجه يا حاج، في حاجه يا حاج، في حاجه. انت في حاجه في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله انا ما رايح دبي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضيه، واجلتها الجلسه 9-9 الساعه 9. الله، هو انت بتوع الجلسه بتاعت الساعه 9؟ اه والله حق، انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عمليه. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى، ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم راس النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعه، هتولع الدنيا وهبلغ الحكومه والامن الشرطه. خلصت خلاص نجله. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها، ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين ها؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعال يا بنتي. ببص ايديا اخص عليكي كده. عارف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس عويس. يا ابوي نزلنا عشان نتبين معاك. ما تعملش زيت تاني. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعمل اهبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه نزلوه. انت شغلت خدام هنا بس. اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه ده حاج. حاج واحده دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسه، ومرتك دايما ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ادخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. هنجي لك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. والله ضرب النار ده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. اقعد اقعد.
ربنا يخلف عليك بالخلف الصالح يا ولدي. Yeah.
الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة. الدوار ده ملكنا احنا بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد. وقال انا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني.